المدينة لايف. مساء الخير حسن. يسعد لي مساك نصيف. الخير لك ولكل عم بيسمعونا، ومساء الخير لسوريا من المغرب. نصيف، مبدئيا بهاي اللحظات اللي انا وياك عم نحكي فيها على الهواء صاروا صور الاستقبال الكبير يلي حظيت فيه بالمغرب على صفحاتنا ليشوفوا العالم عن شو عم نحكي بالضبط. يعني المهرجان معروف انه هو مهرجان عالمي وبيستقطب اهم النجوم بالعالم، بس يلي حقيقة فاجأنا انه عندك هالفانز الكتير حلوين بالمغرب حتى، وهذا شيء بيكبر القلب. نصيف، نشكر الله ونشكر رب. الحمد لله باستقبال بكبر القلب، وبشرفني اني انا اكون فنان سوري عم وصل صوت بلدي او صوت سوري لبلد بالمغرب، يعني خلينا نقول ابعد بلد، يعني من اقصى الشرق لاقصى الغرب. نعم، فبشرفني اني انا اكون السوري الموجود هلا، وإن شاء الله يا رب بكرة نعمل حفلة حلوة ووصل صوت الفنان السوري بكرة بالافتتاح إن شاء الله. وأنا بما أني هلا الوحيد، فأنا بعتبر حالي سفير سوريا وين ما رحت. إن شاء الله يا رب هيك دعواتكم خير بكرة. نحن مبسوطين فيك، مبسوطين فيك وبنجاحك. عم نشوف الصور نصيف، عم تتابعوني حتى الآن بالمغرب، فبكبر القلب الاستقبال، بكبر القلب انتو أهل بلدي، بتكبروا القلب انكم لهون في دعم وفي في في متابعة. فما بعرف، بتشكركم، بتشكر الرب، بتشكر الدنيا، الحمد لله. نصيف، خبرني عن امبارح وصلت، وانت حتكون يوم الافتتاح. دائما المدينه اللي دائما انتو زلم المدينه، ما في منكم بكل شيء، وباسه اللي لك بالذات، ما في شيء عم نعمله الا ما بتغطوا، ما بعرف شو، ما عاد بعرف احكي. هذا اقل شيء بنعمله، لانه نحن بتعرف قد ايه بنحبك وبنفتخر فيك نصيف. بس بدي تحكي لي عن هاي المسؤوليه الكبيره، يعني مو بس لانك فنان سوري، ايضا لانه انت حتكون بحفل الافتتاح بهذا المهرجان العالمي يلي فيه اسماء من كل العالم. شو محضر لبكره؟ هلا محضر لبكره الباقه تبع اللي فيها الاغاني تبع البومي، انا بدي اغني تقريبا 4-5 اغاني من البومي يا صمت، وبدي اغني الاغاني اللي انعرفت بها انا اللي بغنيها بحفلاتي، وبدي اغني شيء مغربي كمان مقدمه للمغرب، غنيه من عندهم لاول مره انا بغني غنيه مغربيه، ان شاء الله بكره تضبط معنا. وصدقني مسؤولية كبيرة، أنا يعني بصدق الضغط اللي أنت عم تقولها، مهرجان كتير كبير، ومهرجان بضم نجوم، أنا أعتبر يمكن من أصغر النجوم اللي هلا أخي أدمو بالمهرجان، مسؤولية كتير كبيرة. إن شاء الله نكون أداء، وإن شاء الله هي فاتحة خير لي، وفاتحة خير بتخيرها لكل الفنانين السوريين، ولا لكل شخص من يعني من الفنانين السوريين. انا هلا سفيرهم، ان شاء الله يا رب نعمل شيء حلو، وعم تكبر المسؤوليه اكثر واكثر. طبعا احزر شو نصيف، هلا عم شوف الصور، يعني بالمطار في استقبال كبير، وعرفت كمان انه انت كنت ضيف براديو هيت اف ام يلي هي اهم اذاعه بالمغرب، وكان في عدد كتير كبير من الفانز ناطرينك. احكي لي عن هذا الانترفيو لو سمحت. عملنا اليوم قلت لك الاستقبال سوبر ممتاز، بس وصلت على المغرب، واليوم عملنا انترفيو الصبحيات مع على مثل ما قلت انت على هيت راديو مع مومو. هيدا يعتبر اهم راديو بالمغرب، مثل اذاعتكم الكريمه، مثل اذاعتنا اذاعه المدينه. تفاجأت بكميه الناس اللي كانوا ناطريني برا، وتفاجأت بالعالم السوري بين العالم. انا كنت بدي اعلق لانه شفنا الصور، يعني الفانز حاملين العلم السوري، بتكبروا القلب العالم، في عم بلمس محبه، عم بلمس تفاعل من العالم. ان شاء الله يكمل لبكره، يعني الهم الكبير لسه بكره، فان شاء الله خير.
على كل إن رح نكون معك اليوم وبكرة ورح نكون عم نغطي لك هيدا الحفل ورح ننزل الصور أول بأول لحتى كل الناس تشوف. أنا بدي هنيك سلف لأنه يعني إذا كان هيدا تحضيرات الحفل والوصول هالقد في جمهور ناطرك فكيف حيكون الجمهور بمهرجان موازين باليوم الأول وأكيد رح يكون من أروع الحفلات نصيف. بيلبق لك تنجح وبيلبق لك هذا الجمهور الحلو يلي بحبك وبيشجعك ونحن دايما معك إن شاء الله. تسلم لي يا حبيبي تسلم لي. أنا تعرف اليوم بس شفت العلم بين العالم عم بلمس حب لسوريا بين العالم عم بلمس حب لبلدنا. وبدي لك شغلة, بلدنا ما بينقصه شيء لنعمل مهرجان مثل موازين وأحلى من موازين, وإن شاء الله يا رب لك بدعي من عندك بدعي من هون من المغرب وبس ارجع على البلد برجع بدعي ومن كل مكان بدعي وإن شاء الله يا رب نرجع نعمر بلدنا ونعمل ببلدنا مهرجانات فرح مهرجانات ثقافة مهرجانات أمل ونكون هيك نرجع نزيد بلدنا. وبلك تحياتي لإلك وأكيد رح تكون أنت الأول بكل شيء, الأكيد رح تكونوا أنتوا الأوائل, رح يعني رح نبعث لكم لسه بعض صور رح تكونوا أنتوا معي ورح تضلوا معي بإذن الله وبتخيل كل سوريا معي لأني أنا مواطن سوري بالأول. وشكرا لك يا باسل وتحياتي تحياتي من المغرب للبلد لعندك ونحن تحياتنا وموفق بكرة ومرافقينك وكل الشكر لك نصيف زيتون. شكرا جزيلا كنت معنا على هوا المدينة أفقام. بكرة فإذا نصيف يفتتح مهرجان موازين هو الفنان السوري الوحيد يلي مشارك وكانت أكيد إطلالته عبر المدينة أفقام. المدينة المدينة لايف.